أنا جيت اليوم راح نعمل ردة فعل على فيديوهات التيك توك، وكمان راح نكتشف رقصة كريستيانو رونالدو داخل لعبة فري فاير. يلا نبدأ شباب، لا تنسوا تحطوا لايك، ويلا نبدأ نشوف أول فيديو معنا اليوم. شباب هذا قاعد يقلد أصوات الشخصيات، فهمتوا؟ أقول شو فيك؟ هاي شباب تبع ألوك. يلا إيش ذا؟ كارسكا يعني سيارة ودرع، ما مسوي حالك ملاقي وبعدين جلدك بانشوت يا نوب. ليتس جو. خسارة. لا ايش ده؟ كل هدول خسارات. خسارة 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 خسارة، بس هون في فوز. شو والله انك نوب، لا تتحصر. كنت تروح تفوت الباكت وصاحبك وتحط الاي دي تاعكم في بلاصة رقم التسجيل. والله الهوس بلعبة فري فاير حرفيا. الاي دي محفوظ اكثر من رقم التسجيل اصلا. هجم عليكم سكواد وصاحبك هرب. الله عيب عليك. الله عيب عليك يا اخي. قليل من الناس عمل فيهم الثقة، لكن انت ما كان متوقع انه انسان بدون ثقة. انت واحد منهم. انت واحد منهم. شكيت فيك واحد الوقت بصح قلت مو حال. كنا خلاص ضعف. هرب. مات. لا اله. Let's go. شباب الوان الوان الوان. اوكي لما تتحمس زياده. اوكي يلا شو تسوي لما تتحمس زياده؟ اوكي او البرميل الاحمر في فاير قديمه. يلا اوكي ليتس جو. انا عرفت حاليا ليش قارينا شالت هذاك البرميل الاحمر، مشان هذا الشخص مسكين احس انه اشتكى لي فري فاير. تخفف بروح ماشي خلاص ماشي على البسكليت. سياره تطير. هاي روم اتوقع. خفف خفف. انا مش عشان السرعه وصل للباب، كنت سوفير رالي بس عشان ما يكون ملوخيه. عشان ما يكون ملوخيه. بوبجي ام 10 14، يعني شوت جن طويل بلعبه بوبجي. شوفوا شكله كيف فري فاير. فهمت. قالوا لي هز القلب وامشي مع الزور ما تخاف. اوكي والله اللي قال لك يا حبيبي قاعد يكذب عليك. شوف الفيديو تبعي لما سويت فيديو كيف تقدر تعيش سكوادك بشكل مجاني، فهمته؟ نحس راح يساعدك احسن. لازم لك سياره يا حبيبي احسن. لازم لك سياره. سياره واهرب. سيارة. لا رعيوة. شخص عصى أمه تحول إلى سيارة. يا حبيبي أنا قلت سيارة بس مش لهي الدرجة أنك تتحول لسيارة. إيش ده؟ سيارة صاعدة فوق سيارة. سيارة صاعدة فوق. إيش ده؟ بيقدر يضرب بالأسلحة بالسيارة. أما نويت أصلي ركعتين سنة العشاء. الله أكبر. Let's go. يلا. يعني ضروري تقلدهم يا غبي. خو صابرين. خو صابرين هذا الواحد. الناس مش عارفين خو صابرين هو ميمز جزائري، هو الطفل اللي يركض وراء طفل صغير، فهمتوا؟ This song. هاي الموسيقى بتزبط مع الذكريات، بتزبط كثير مع الذكريات. شوف شوف الذكريات. ما فيهم الصحراوي. الصحراوي ليس انسان قديم. عيب عليكم، انا ما كنت يوتيوبر بس اوكي بالايام الاولى، رغم اني عندي 4 سنوات. اوكي انا واصحابي فرحانين بعد ما نزلنا في البيك ونزل معنا شخص واحد فقط. الثقة. بالعكس نصير نتقاتل بين بعض مين اللي راح ياخذ الكيل، وبعدها يقتلنا كلياتنا. ملاقي. ملاقي يا حبيبي. ملاقي الشخص الذي لا يرحم انسانا. قريبا راح تشوفوا فيديوهات مع ملاقي. 3 جولات انت تلعب باش تجيب بربر وغلطت وبدلته برفراف المحترف دينا. يعني النوب اللي داخل معك يعني بشكل عشوائي بيسرق لك سلاحك. وضعي كل ما ينزل دروب قريب مني. الغباء.
لو اشوفها قدامي احتمال امسكها اخنقها لين ما يموت. لا شباب مش لهي الدرجة، اعملوا مثل الفريق يعني عادي يسرقوا لكم كلاتكم، الا انا لا تسرقوا لي كلاتي، اصحابي لا تسرقوا لي كلاتي، انا شخصيا بزعل، بس باقي الناس اعملوا كفريق اوكي. لما يقرب انه يموت ابعد ايدي عشان ترجع له الحياة مرة ثانية. اكرر هذه حسب جدا لهي الدرجة كره اوكي. اشتا والله صدمني صدمني، من وين جابوا الامثلة؟ انا وسكوادي سمعنا فايت بيفرحوا لما يسمعوا فايت. ناو شباب 2019 كان هذا الشيء بيركب على سلاح الام 14 اتوقع، كان فاير هذا الشيء كان يركب على ام 14 والله انا نسيتهم بصراحه. لا مش ام 14، الكار بيركب على سنايبر تبع الكار، اما هات اللي على اليمين او اللي على اليسار، انتوا اكتبوا لي بالتعليقات اللي على اليمين او على اليسار كان يركب على الكار تصير سريعه بو 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 بو. فهمتوا شتا تجمع. اوه اشوف لي الفيديو اسطوري. اوه شوف كلياتهم لابسين نفس دقيقه، هذول اثنين بنات يا شباب، اثنين بنات انتو الوان الوان لازم خلاص اوكي. شوفوا اوكي اوه حلو ايش ذا شباب، هذول قاعدين يسووا خريطة فري فاير في الواقع. وات هذا البيت المكسور صح؟ والله البيت المكسور، يو شوفوا البيت المكسور، هذا لبس الهيب هوب. والله عجبتني الفكرة، والله يا ريت يا شباب لو نعرف مكانها بنروح نسوي فيها فلوج، والله يكون شيء فاير كلنا يا صديقي كلنا. مش ده ليش قاعد يبكي هذا؟ اوكي نحس في مونتاج وحركات صح؟ وين المونتاج؟ هذا هو المونتاج. اوه ليتس جو كافو كافو كافو. دخلت جيم بلبسه جديده بس ما حد اهتم ولا ما. جات أسوأ شيء ممكن يصير معك وخصوصا البنات لما يلبسوا سكن جديد لازم كل الناس يقولوا واو او يجوا هيك يتيموا معها فهمتوا. لبسة العيد. والله اللي لبس القرد هذا القرد بيزبط مع كثير ميمز. شو حيسوي؟ قاعد يقص الشجرة. لا بعد يا غبية. اوكي اوه ليتس جو. يعني هذا احسن، انت بكل عقلك وسع كوره والهيب هوب. هذا كمان حلو شكله جيكسو. اوكي ايش ذا، حتى انا بتصير معي انه الثلج تصير فوقك. اوكي مستحيل مستحيل، هذا اكيد مسوي تسريع للفيديو فهمتوا، وهو متفق مع السكواد اللي بجنبه اكيد. قنبله قنبله شفتها قبل ما الدرعم، شفت القنبله مش دا. شباب هذا الصوت اصلا مو لشخص يلعب فري فاير، وكل الالعاب سووا عليه، كل الالعاب سووا عليه صوت كلها لحد الان ما نعرف هذا الصوت تبع اي فيديو اصلي والله من كثرة الناس اللي عملوا عليه فيديو يعني. كل الناس عملوا. مش قادر يتكلموا عربي؟ لا. اكيد شيء غريب اكيد. والدرع مليء بالدراجة. كفو. والله اسطورة. مسوي ميشا. نووو. والله لقطة اسطورية، ضربوا بالدراجة شفته مسوي ميشا. والله فاير الضربة. يقاتل يقاتل بالسيارة داخل البيت. هذا مهبوس. اقسم بالله انه مجنون. ايش ذا؟ صارت معي كثير. انت 2000 جارة هذاك تسجل. نسبة حدوث نسبة الموت صفر. ووت كيف رجع؟
والله رجع بسرعة. يا تطبيق البويا، تطبيق البويا للبثوث المباشرة. بصراحة أنا ما كنت أبث فيه. أوكي إيش دال يوم يوم الدراجات إبلع. والله يا حلو شباب، لاحظت انه بصير فرنا كصناع محتوى تيك توك مثلا، في اللي بيلعب بالقنابل بس، في اللي بيلعب بالبوكس بس، في اللي بيلعب كذا كذا كذا، ليش ما في انسان بيحترف الدراجة النارية؟ يعني يلعب بس بالدراجة النارية وشخصية ميشا والنار تورا تزيد لك الدم في الدراجة وميشا ما يدمجوك وتصير تجلد السيرفر وتسوي فيديوهات. والله شيء اسطوري. البيك لقد عادت برغاتون، اريدك انت، انت لا تحتاجني. قصة حب بين البيك ولاعبين القدامى في لعبة فري فاير حرفيا. يوما ما جدا الله لا جد ذكريات. مين يتذكر هذا المكان؟ الغالين غالي قمت افتش في صوره وفي غلطات في الاخير. اوه بس شوف هاي لقطة مستر علي قديمة، تقريبا اشهر لقطة صارت في فري فاير في العرب. بس الثلج حطها قبل ما يضرب بالشوت يعني حبيبي. اوكي نزل من السيارة حط الثلج على طول. فيهم بدا في حب ذاته يا حبيبي. الاول طاح يا لطيف، الثاني وين، الثالث نوك داون. هيك كان التعليق. اوكي لو لاحظتوا انا كمان بتعجبني هذاك اللقطة وبيعجبني هذاك التعليق دايما لما اكون العب بث مباشر، اقول الاول نوك داون يا لطيف وين الثاني. هذا التعليق تبع عبد الاسطورة. اوكي جدا شباب ايش ذا اللاج؟ اكثر انسان عنده لاج في العالم. ايش ذا اللاج؟ يلعب على حاسبه، يلعب هاتف جده، يلعب بالفاكس، يلعب ثلاجه. اوكي استشهد رسميا، رسميا استشهد. ليتس جو وان شوت حمار. ايش ده هاكر 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 شباب. هاي اللقطات نادرة ما تصير في فري فاير، والله حلوين بيعجبوني. البث شوفوا كمية اسلحة. اوكي يلا جي جي، اكيد راح يصير شيء اكيد. سونيا مات والله شيء بيقهر والله. ايش ذا اللاج؟ لا غبي راح تموت. ايش ذا شباب هذا يلعب. ايش ذا؟ اوكي اليوم فيديونا برعاية اللاج. وين رقصة كريستيانو رونالدو شباب؟ لسه ما وصلت. اوكي وش به ذا كمان شباب؟ ايش ذا دقيقة؟ والله شباب ما انتبهت انه الحيوان بيرقص رقصة كريستيانو. اوكي ما انتبهت، خلوني ادخل اللعبة واتأكد. اوكي حاليا دخلنا الى مكان الحيوانات الاليفة. ليتس جو. ايوه خلينا ندخل هات. وين السي وينها؟ والله صورها شباب، كنت متصور. شوفوا شوفوا حتى انا يسويها بشكل كيوت. شوف ليتس جو. والله يا شباب اسطوري. شوف سي هاي هي رقصة كريستيانو يا شباب، هاي هي رقصة كريستيانو. شوف سي الو يا شباب لقد وصلنا الى نهايه المقطع. اتمنى المقطع يكون اعجابكم، لا تنسوا انكم تدعموني بلايك واشتراك. كان معكم الصحراوي اسطوره العالم. اني رحت.